قوله عليه الصلاة والسلام عند مسلم قال ولا تتخذوها مقابر فإن الشيطان ينظر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فدل على أن المقابر لا يقرأ فيها كتاب الله عز وجل. ويفيدنا أيضا بأن القراءة للقرآن في المقابر منهي عنها مطلقا، لا سورة ياسين ولا الإخلاص ولا الفاتحة ولا غير ذلك.